والله أنا سعيد جدا إن الفنانين المصريين يعني ليهم نصيب كبير من المشاركة في جلسات الحوار الوطني. بعتقد إن هم يعني قطاع مهم جدا من المؤثرين المصريين واللي بيمثلوا بالفعل مصر في الخارج. والدليل على كده الكلام اللي قاله الفنان خالد الصاوي: إيه اللي ناقص؟ لما سألته زميلتنا هبة حسين إيه اللي ناقص في الفن المصري؟ الهوية، إن إحنا نبقى عارفين إحنا مين. علشان كده أيضا كان لنا لقاء مع الفنانة الكبيرة نهال عنبر، عملته برضو زميلتنا هبة حسين، وكان على هامش مشاركتها في جلسات الحوار الوطني. خلينا نشوف. أنا بقول دايما النشأ مهم قوي نبروزه أو ناخد بالنا منه، لأن أنت ما بتبتدي النشأ دايما ما بتعلمي حاجة. اللي بيتعلم سواقة بيتعلم هو صغير، اللي بيتعلم سباحة بيتعلم هو صغير. فأنت علمي في الصغر، أهم حاجة تعلمي في الصغر كل حاجة. عايزة توصلي أي معلومة للطفل خديه من صغره، من طفولته. خلاص، أنا بقول إن يبقى في حصة في المدرسة مرة في الأسبوع، حلو قوي. قراءة، كتاب اللي هو بيحبه، يبقى عنده فرايتي كتب زي ما هو عايزه، كل سن على كتاب على قد سن اللي قدام، يختار هو الحاجة اللي بيحبها. حتى لو في أولى ابتدائي الصور، حاجة فيها صور. أيوة. طب أنت اتعلمت إيه من الصور؟ واللي هيقول الإجابة بعد شهر اتعلم إيه من الكتاب اللي معاه هنديله درجات زياده في المدرسه. او الصوره عبرت عن ايه في خياله؟ ما هو بالظبط بقى، كل سن على حسب، لغايه ما تكبري ثانويه عامه. انا بتكلم من اولى ابتدائي لثانويه عامه، كويس. الحصه دي مهمه، فاهماني؟ ومهمه مش بان اعملها باداره او اعملها اللي بيغيب كذا بعنف، لا، بحب. محتاجه محفزات. ايوه، يبقى اللي بيدير اليوم ده او اللي بيدير الحصه دي حد يكون كواليفايد جدا في الاطفال او في الشباب، ازاي يتعامل يحببهم في الحصه. غير بقى الحصه دي مش بس قرايه، مره في كل شهر مره، احنا كل اسبوع عندنا حصه مره في الشهر، التوعيه الغير مباشره. نقعد كده مع بعضينا في صالون زي ما بنقعد في صالونات ساعات ثقافيه. أيوة. نرغي يا جماعه السوشيال ميديا، خلي بالكوا فيها خطر وفيها فايده، المخدرات وحشتها ايه، كل حاجه، ونسمع الافكار، ونسمع افكار الطفل او ال بصي انا كان صغير السن ده ايه اللي في دماغه بالظبط. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، يمكن بابايا كان بيعملها، كان مثلا بيقول حاجه مشكله عندنا في الاسره، وكنت انا صغيره انا اخر العنقود صغيره جدا، فيقول طب وانت رايك ايه؟ كبر دماغي، انا دماغي كبرت عن سني من صغري، فده اللي انا عايزه اعمله. انا عايزه اكبر الطفل بدماغ مثقفه واعيه، فاهمه الصح من الغلط. يعني انا بربي جنب الاسره، تحصين الاطفال عشان ما يستقطبوش بسهوله. ما انت لو مخليه الطفل ضعيف يستقطب الشباب على طول، اما يطلع شاب ضعيف يستقطب. مراكز الشباب كان من ضمن الحاجات اللي اتكلمت فيها، تقويه ودعم مراكز الشباب بانهم يبتدوا يعملوا حاجات رياضيه وثقافيه بمستوى كبير، احفز بيهم الشباب، اخدهم عندي على حجري، يعني اخدهم عندي في المركز، واخد بالك؟ مهم قوي لما اخدهم عندي انا بدل ما حد تاني ياخدهم. مبادره حياه كريمه داخل القرى والمجوعة المصريه، والهدف هو حياه كريمه للمواطن المصري طبعا بكافه الخدمات. اين الفن والثقافه من هذه الحياه الكريمه ومنافذ الفنيه المختلفه داخل القرى والعداله الثقافيه اذا جاز التعبير؟ ما انا ده اللي قلته، احنا محتاجين ندعم مراكز الشباب، ما عندهاش فلوس، بتعمل على قدها، بتعتمد على فلان هيدينا فلوس نعمل حاجه. ما ينفعش، لازم دي حاجه مهمه من اساسيات. انت النهارده بتلحق شباب، انت النهارده بتلحق شباب، فلازم تلحق الشباب دول عشان ما يروحوش في حتت تانيه، ما يستقطبوش في حاجات تانيه غلط. انت بتلهي وقتهم. اللي عنده ماتش بيقعد يتدرب كام مره عشان يعمل ماتش، اللي عنده حفله هيعملها لازم يقعد يتدرب قد ايه عشان يعملها، عنده حاجه اهتمامات، حاسس انه مطلع طاقته. طلع طاقة الشباب في حاجات تفيده. مراكز الشباب مهمة، التوعية لتعليم الأولاد، توعية تعليم الأولاد. إحنا مجلس قومي للمرأة بنعمل ده، وأنا عضو في مجلس، لكن أنا بتكلم برضو المراكز الثقافية يبقى برضو عندها ندوات للأمهات، علمي ابنك الدراما. الدراما بقى دي هخش لها. سحر طبعا، سحر الوصول، سحر الوصول. الدراما اللي هي بتبص للربح هتبقى بصل كده وكده مع بعض، لكن رجوع قطاع الانتاج وصوت القاهره يرجع تاني بقوه، هنا الاعمال كانت غير هادفه للربح، مع انها كانت بتكسب بس غير هادفه للربح. انا بتكلم ان لو رجعنا الحتتين دول تبع الدوله، تبع الدوله، ويبقى كل همهم اعمال قويه، اعمال كلها بتوعي الاسره،
بتبقى المبادئ والقيم والدين. في انتاج درامي ضخم من الشركة المتحدة. المتحدة طبعا عاملة شغل جامد جدا، ويا ريت المتحدة تمسك كمان قطاع الانتاج وصوت القاهرة، ترجعهم تاني. فهماني؟ والله دول كانوا حاجات كنا بنعمل اطفال مسلسلات. الدراما أطفال المصرية كانت عابرة للحدود. ايوه جد، ولا زالت. بصي الدراما المصرية ما فيش في كلام فيها، بس انا عايزة حاجات عارفة ايه، غير مباشرة. ثقافية غير مباشرة. انا كنت بعمل مسلسلات اطفال، مسلسل الاطفال اللي كنت بعمله كان بيبقى اللي عايزه اقوله ايه، بيبقى بيوعي الاطفال جدا، وبيديهم تاريخ بلدهم، وبيديه الوطنيه ليهم بحاجات كوميدي جميله لذيذه. نرجع مسلسلات الاطفال دي مهمه قوي، الواعيه مش اللعب، برامج الاطفال الواعيه الغير مباشره. ماذا عن اكتشاف المواهب داخل طبعاً المدارس، داخل أيوة الجامعات، كله. ما انت بتدعمي الثقافه في كل حته. مسرح الجامعه، مسرح المدرسه، ومسرح المدرسه خرج فنانين كبار. بالظبط. عايزه اقول لك طبعا، عايزه اقول لك حاجه، مسرح المدرسه ما تعودي الطفل يقعد يتفرج على المسرحيه، انت عودتيه من طفولته بيقعد يتفرج. فاما هيروح الجامعه هيعمل شغل حلو. اللي عنده موهبه بيطلعها على المسرح. لازم ندعم الثقافه جامد جدا عشان تطلع نشء مفيد لبلده. ما احنا بنعمل تنميه عاليه جدا، لازم تحتيها ان الاطفال يطلعوا يقدروا التنميه المعموله دي. مع فكره دخول القطاع الخاص الى طبعا عالم الثقافه ودعم المؤسسات. انا بالعكس، انا مشجعه للقطاع الخاص جدا، بس انا عارفه ان في حتت بيبقى فيها ممكن ما يبقاش فيها مكسب، فدي الحكومه بقى نتقل على الحكومه شويه.